الجو إيجابي وإن شاء الله الأمور لقدام يعني قريبا جدا على خواتيمها. تصاعد الدخان الأبيض من عين التين وبشر بأجواء إيجابية لولادة الحكومة في الأيام القليلة المقبلة، وتشير المصادر إلى أن العقدة الأساسية قد حلت بإسناد حقيبة الأشغال إلى المردة وإرضاء القوات بوزارة الصحة، لتبقى العقبة ما بين إمكان قبول الرئيس نبيه بري بحقيبة من اثنتين، الشؤون الاجتماعية أو العمل، أو تنازل التيار الوطني الحر عن التربية لصالح عين التينة. مفهوم أنه في عقد، والعقد صارت محصورة بتوزيع حقيبتين ثلاثة. اليوم علقانة بمحل ثلاث أربع أفريقا، إذا واحد قدم فشخة بتفك العقدة على الثلاثة وبتوزع هدوك بين الثلاثة. يعني اليوم الرئيس بري يمكن مثل ما قالوا بالعادة أوقات كثير بيفاجئ الكل أنه بياخد عن منحصته وبيسهل حتى يمشي الأمور. بالزمانات عملها بمقعد الشيعي استغنى عنه ليحل المشكلة، واليوم ما بيمكن يعمل هالشي، هذا الشيء بإيده هو بقرر فيه. إنما مش مستغرب أنه يفاجئنا بلحظة ما أنه يفك تنفك المشكلة وهو يضحي أكثر من غيره. تنشط المساعي على خط بعبدة بن شعي لترتيب لقاء يستبعد أن يكون غدا، كما يسعى البطريرك الراعي لتنسيق موعد على قاعدة حفظ موقف الطرفين، ما يعني أن لا عون يجري اتصالا بفرنجي ولا فرنجي يطلب موعدا من عون. في كثير أفريقاء سعيوا، حزب الله واحد منهم. الأمور ما بدها هالحجم الكبير من الوساطات، بقدر ما بدها أنه كان الوقت الكافي لتبرد يعني الأمور ونطوي نهائيا صفحة يعني الاستحقاق الرئاسي. تطور العلاقة بيننا وبين تيار المردة شغلة مهمة ولازم تصير، إنما هي ليست يعني مش معناتها أنه هي اللي واقفة اليوم بدرب تشكيل الحكومة. تشكيل الحكومة مسار مستقل عن الموضوع. تسارعت التطورات ويخيم جو إيجابي على مساعي تأليف الحكومة بعد شد الحبال وتثبيت المطالب، ليصبح إعلان حكومة الوفاق الوطني واقعا انطلاقا من مساء الاثنين وفق المصادر، وذلك بعد ختام الرئيس سعد الحريري جولته ووضع الصيغة الحكومية على طاولة بعبدة. روند أبو خزام، قناة الجديد.